بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. أي مداخلة قبل ما نبلش؟ أي تعليق؟ طيب الصوت واضح يا أخوان؟ صوت واضح؟ أحمد سهير شكرا جزيلا. أوكي واضح. سمية أوكي واضح. خلاص تمام، نروح هسه على الويام. اوكي الصور نعمل شير. تمام. اوكي طيب السكشن الأول حكينا فيه عن نهايات السيكونسز. السكشن الثاني بلشنا فيه حكينا عن المونوتون سيكونسز، المتتاليات الرتيبة. طيب اوكي إذن اوبس اوكي طيب السكشن الأول اللي هو السيكونسز حكينا، السكشن الثاني المونوتون سيكونسز المتتاليات الرتيبة. طيب المتتاليات ممكن نحكي عنها رتيبة إذا كانت مرتبة تزايد أو تناقص، يعني مثلا المتتالية بتكون strictly increasing إذا كل حد سابق أقل من اللي قبله، يعني اللاحق أكبر من اللي قبله، اللاحق أكبر من اللي قبله بدون احتمالية حتى مساواة أي حدين لاحقين متتابعين. إذا في احتمالية لمساواة أي حدين متتابعين أو أكثر من حدين بنسميها increasing. بالتالي كل strictly increasing هي increasing والعكس غير صحيح. نفس العملية للdecreasing بس العكس، كل حد لاحق أقل من اللي قبله، أقل من مما قبله. تمام؟ أي نوع متتالي من هذول بنسميها مونوتون. إذا كانت المتتالية لا هي increasing ولا هي decreasing بنسميها ليست مونوتون. أوكي هاي أمثلة يمكن عرضناها المرة الماضية. في عندنا الآن مثال، مثلا المتتالية N على N زائد واحد. هاي المتتالية يا شباب لما نفرد أرقامها شو بتطلع معي؟ حط مكان الـ N واحد ومكان الـ N اللي تحت واحد، بيطلع معك الحد الأول اللي هو نص. مكان الـ N اثنينات بصير عندك اثنين على ثلاث، ثلاثة على أربعة، واضح إنه الحدود بتزيد، يعني من نص لثلثين، من ثلثين لثلاث أربعة، من ثلاث أربعة إلى أربعة خماس، وهكذا. إذا هاي strictly increasing كيف كشفتها؟ عن طريق فرد أرقامها. طريقة من الطرق كمان اللي تطبق وقد تطبق اللي هي الريشيو تيست والديفرنس تيست، ما بعرف إذا موجودين معنا هون على نفس الجدول ولا قبل. نعم، طريقة الديفرنس بين تو successive
تيرمز بين حدين متتاليين الديفرنس اول شيء اذا باخذ كل حد لاحق ناقص اللي قبله طلع الجواب موجب بتكون strictly increasing اذا طلع الجواب اقل من صفر strictly decreasing اذا في احتماليه المساواه مع الصفر لبعض الارقام وبعضها اكبر بتكون increasing اقل او تساوي صفر بتكون decreasing هاي اللي هي الديفرنس تيست اللي هي اختبار الفرق بين كل حد لاحق مع اللي قبله الان في اختبار ثاني اللي هو ايضا حسب الجدول الريشيو تيست الريشيو بتاخذ كل حد لاحق بتقسمه على اللي قبله ما بشوف اذا الجواب موجب ولا سالب لا اذا قسمت قسمه بنتظر وبشوف الاجابه فيما اذا كانت اكبر ولا اقل من واحد اذا اكبر من واحد بتكون strictly increasing اقل من واحد strictly decreasing اكبر او تساوي واحد increasing اقل او تساوي واحد decreasing تمام اذا هي طريقتين والطريقه الثالثه اللي هي الطريقه اللي بتعرفوها من الكالك 1 الاشتقاق تشتق اول مشتقه المشتقه الاولى اختبار المشتقه الاولى اذا طلعت الجواب موجب بتكون increasing سالب بتكون decreasing موجبه على بعض القيم وسالبه على قيم اخرى بتكون لا هي increasing ولا هي decreasing بنحكي عنها not monotone أو not monotonic sequence إذا أكثر من طريقة للحل أتوقع أنه في أنا عندي الملف موجود اللي هو نفس الملف السابق فيه بعض الأمثلة ما كملناها هو على الماتيريال هون أوبس أوكي 26 الشهر كان طيب نيجي للأمثلة في وقتها في على السكويزينج حكينا عن السكويزينج إحنا مرة الماضية هذول هون المونوتون سيكونسز تمام بدنا نأخذ مثال لاحظوا هاي المتتالية شباب واحدين اثنينتين ثلاثتين أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة لو واحد سألني هاي المتتالية increasing ولا decreasing ولا strictly ولا not monotone لاحظ انه في تزايد بالارقام وهناك بعض الحدود المتتابعه متساويه اذا بنسميها increasing بس ما بنسميها strictly strictly عدم احتماليه المساواه بين اي حدين متتابعين تمام في عندي رؤى يمكن رافعيتها خلينا نشوف رؤى اذا في عندها سؤال علما انه بدايه المحاضره ارفعي لك رؤى مشان اشوف اعطيك انا ميوت اذا عندك سؤال او اجلي فيما بعد طيب هذا بالنسبه للمثال المونوتونيك تيست اللي اختبارات المونوتونيسيتي الريشيو تيست حكينا عنه كل حد لاحق على اللي قبله طبعا لما ناخذ كل حد لاحق يعني بناخذ الحد العام بشكل عام هو الحد السابق اي ان والحد اللاحق اي ان زائد واحد يعني بستبدل ان بان زائد واحد وبقسم الديفرنس حكيت عنه والمشتقه طبعا هذا مثال نطبق عليه كل الحدود كل الطرق ان على ان زائد واحد بدنا نشوف وصف هاي المتتاليه هل هي انكريزنج strictly decreasing strictly ولا واحدة منهم طبعا اذا فرضنا ارقامها فرد بتطلع نص ثلثين ثلاث ارباع اذا واضح انها strictly increasing هي طريقه فرد الارقام تمام الطريقه الثانيه الريشيو تيست باخذ الحد العام بسميه an والحد اللاحق an زائد واحد اذا اول شيء بكتب an اللي هي n على n زائد واحد الموجوده عندي an زائد واحد بستبدل كل n بان زائد واحد شو بصير شكلها n زائد واحد على n زائد اثنين الآن بأخذ الحد اللاحق على السابق إن زائد واحد على إن زائد اثنين مقسومة على إن على إن زائد واحد اللي هي اللي فوق ضرب مقلوب اللي تحت وبتستقر عندي بالنهاية على هذا الكسر لما تضرب إن بإن إن تربيع إن بواحد وإن بواحد اثنين إن واحد بواحد واحد واللي تحت إن زائد اثنين بالإن اللي هي إن تربيع زائد اثنين إن بالمقارنة ما بين البسط والمقام ما بحكي إنه هذا الكسر أكبر ولا أقل من صفر غلط هذيك بالديفرنس تيست بالريشيو بقارنها بالواحد يعني بشوف مين اكبر البسط ام المقام واضح عندي البسط اكبر ولكل قيم ان وبالتالي بتكون strictly increasing لو في احتماليه مساواه البسط والمقام لبعض قيم ان بتكون increasing بدون كلمه strictly اوكي هاي طريقه الطريقه الثانيه difference test باخذ الحد اللاحق ناقص اللي قبله بدل ما اقسم وقسمه وبعد ما اختصر بيطلع معي كسر بسال نفسي هذا الكسر مش اقل ولا اكبر من واحد وانما مع الصفر واضح البسط موجب والمقام موجب لأن الإنات اللي عندي موجبات ولاحظ مجموعان جمع واحد للاثنين هاي إن زائد اثنين وهاي الثاني إن زائد واحد إذا كله موجب وبالتالي بتكون strictly increasing مع عدم احتمالية مساواتها للصفر لأن الواحد اللي فوق لا يساوي صفر هذا يعني إنه strictly بدون كلمة
مش increasing لحالها وإنما strictly increasing. يمكن نحكي عنها increasing ما في مشكلة لأنه كل strictly increasing هي increasing. طيب الطريقة الثالثة اللي هي الاشتقاق. الاشتقاق بيطلع معك ناقص واحد على أو واحد موجب على إن زائد واحد كلها تربيع، واضح أنها موجب، إذن كمان strictly increasing. إذا كل الطرق تؤدي إلى نفس الجواب. تمام، مثال زي هيك، واحد اثنين ثلاث، صفر ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاث. لاحظوا بداية المتتالية هسا من الدرس الماضي يا شباب، إحنا المتتاليات أهم مهارة أخذناها من الدرس الماضي على المتتاليات، اهتمامنا بإيجاد نهاية المتتالية، يعني إلى ما تؤول إليه المتتالية. بالتالي ممكن واحد يسألني بالله هاي المتتالية متزايدة ولا متناقصة؟ الجواب لازم يكون واضح، بحكي من بدايتها لآخرها مخربطة، بقدرش أحكي أنها متزايدة ولا متناقصة لأنه كانت تزايد بالأول أول أربع حدود بعدين صارت تتناقص. لكن المتتاليات كونه إحنا بنهتم بنهاياتها ما بحكي عنها متناقصة تؤول إلى التناقص. لاحظ هي بعد حد معين بتتناقص وبتستقر على الكلام هذا، بنحكي eventually، بنضيف كلمة eventually. eventually decreasing بشكل النهائي بتتناقص، يعني بعد حد معين من الحدود، أربع حدود بهمنيش، بعد خمس حدود، مليون حد، لكن بعد هيك وطالع خلص بتستقر بتصير متناقصة. إذا بنحكي عنها هاي المتتالية، لو واحد سألني هل هي متناقصة بحكي لا، هل ليست رتيبة أصلاً، ولكنها eventually decreasing أي أنها بعد حد معين تصبح متناقصة. واضح يا شباب؟ الآن لو أخذنا مثال زي n factorial على اي قوة n، أو بدي أخذه أنا من الكتاب، الله يدقي شوف، خلنا نشوف من الكتاب نفس اللي معروض على الشابتر 9 اللي نزلنا لكم إياه على الفايلات. بعد هذا المثال اللي استخدمنا فيه كل الطرق، لو طبقنا هذا الكلام على مثال ثاني وليكن 10 قوة إن على إن فاكتوريال، شايفين هاي شباب؟ السؤال طبعا هو السؤال بيحكي لك افحص فيما اثبت انه هاي المتتالية متناقصة بشكل حاد، يعني ما في احتمالية مساواة اي حدين متتابعين، وانما كل حد لاحق يس اقل من اللي قبله، ولكن مش من بداية المتتالية، بيحكي لك eventually بشكل نهائي، بشكل نهائي يعني بعد حد معين من الحدود. الان الكتاب هو راح يستخدم الريشيو تيست، اخذ الاي ان واخذ الاي ان زائد واحد مكان الاي ان زائد واحدات، بصير شكل 10 قوة ان زائد واحد على ان زائد واحد فاكتوريال، وكمل. طيب نكمل معه بعدين نناقشها الرد، او بدنا نحكي شغلي هون. ممكن طالب يحكي دكتور هل بصير استخدم الديفرنس تيست في هذا المثال بالتحديد، او الفيرست ديريفاتيف تيست المشتقه الاولى؟ بحكي له الطرح راح يكون صعب والمشتقه الاولى مستحيل، لانه في عندك مضروب. دائما ان وجد المضروب فالطريقه الاسلم الريشيو تيست، القسمه، قسمه كل حد لاحق على اللي قبله ويشوف هل الكسر اللي بيطلع اكبر ولا اقل من واحد. إذا أكبر من واحد لكل قيم إن بكون increasing. إذا أكبر من واحد لقيم معينة بعد حد معين من قيم إن بكون strictly increasing، وكذلك بالdecreasing إذا كان أقل من واحد. إذن أخذنا الـ AN اللي هي 10 قوة N على N factorial، والحد اللاحق AN زائد واحد 10 قوة N زائد واحد على N زائد واحد factorial. نقسم هسا كل حد لاحق على اللي قبله، تمام؟ الحد اللاحق اللي عندي اللي هو 10 قوة N زائد 1 على N زائد 1 فاكتوريال، هذا الكسر كله مقسوم على الكسر السابق 10 قوة N على N فاكتوريال. بتعرفوا بقسمة الكسور، بناخذ الكسر اللي فوق ضرب مقلوب اللي تحت، بتطلع N فاكتوريال على 10 قوة N، وبصير عندك 10 قوة N جنبها أو بيسايد لها N زائد 1 فاكتوريال، وفوق 10 قوة N زائد 1 مع N فاكتوريال. الآن بدنا نختصر هاي أكثر مشان نحدد فيما إذا كان هذا الكسر أكبر ولا أقل من واحد، شكله مرعب. وبالتالي في عندي باور فوق أعلى من باور تحت، 10 قوة إن زائد واحد فوق وتحت 10 قوة إن، مين بنفك فيهم مشان نختصر؟ بفك الكبير أكيد، بصير عندي 10 قوة إن و10 قوة واحد مشان نشيل ونشطب 10 قوة إن مع اللي تحت. نفس العملية على الفاكتوريال، في فوق إن فاكتوريال وتحت إن زائد واحد فاكتوريال، كمان بثبت الصغير وبحرك الكبير اللي تحت، يعني بعيد كتابة الـ N زائد 1 مضروب على صورة N زائد 1 ضرب الـ N مضروب، بتروح الـ N مضروب اللي تحت اللي فكيناها من فوق، وبيصفي معي نهائي 10 على N زائد 1. واضح؟ لأن بتروح هاي N فاكتوريال مع N فاكتوريال، بيصفي عندك فوق 10 لحالها اللي جاي من 10 قوة 1، والـ N زائد 1 اللي جاي من أول فكة للمضروب اللي هي N زائد 1 ضرب الـ N مضروب،
فالمضروب راحت للان اللي شطبناها مع الان مضروب اللي فوق. المهم صار معي نوعا ما الكسر لطيف 10 على ان زائد 1. لو سألتكم هذا الكسر هل هو أكبر من 1 ولا أقل من 1، شو بنجاوب؟ بنقول ما يلي: العشرة اللي فوق ثابتة، والان زائد 1 اللي تحت متحركة، الان بتزيد بس بداياتها بتكون أقل من اللي فوق. يعني مثلا حط مكان الان 1 بصير 10 على 2، واضح إنه الكسر هذا كله أكبر من 1، البسط أكبر من المقام. حط مكان الان 2 3 4 5، لعند العشرة بتظل العشرة أكبر أو تساوي اللي تحت. لكن بعد هيك بصير عندك لعند العشرة، لا بصير اللي تحت 11. من الحد العاشر وفوق بصير القيم اللي تحت أكبر من اللي فوق، يعني الكسر أقل من 1. إذن الكسر كله مش أقل من 1 من بداية الحدود، وبالتالي هذه المتتالية not monotone، مش monotonic أصلاً، ليست رتيبة، لا هي increasing ولا decreasing، ولكنها decreasing بالنهايات تبعتها بعد ما أمشي كذا حد. إذن نحكي عنها eventually decreasing بعد من 11 وطالع، أو من 10 من إن أكبر أو تساوي 10، مجرد ما تعوض مكان الإن 10 وفوق بصير المقام مقام أكبر. إذا شو بنحكي عنها؟ eventually، كلمة eventually، eventually decreasing. مرة ثانية الريشيو تيست يستخدم على طبعا يستخدم بشكل عام، لكن هو الأسلم كخيار أسلم إلي في حال كان في عندك مضروب أو باور أو كلاهما. واضح؟ أوكي. في حد عنده استفسار على اللي حكيناه يا شباب؟ اللي عنده استفسار؟ يبدو الأمور واضحة، إن شاء الله تكون واضحة يا رب. يعني جربوا هاي على الديفرنس وإذا أنا شاطر حلها، جرب هاي على الدريفاتيف، مش راح تنحل معك أصلا لأنه فيها مضروب. غفران، تفضل يا غفران. يعطيك العافية دكتور. العفو، تفضل. دكتور بس أنه كيف نفكت الآن زائد واحد مضروب ل أن زائد واحد في الآن مضروب؟ طيب لو سألتك يا غفران العشرة مضروب شو هي، شو بتحكي لي؟ كم العشرة مضروب تساوي؟ تعرفي؟ هي عشرة، يعني إنه مش فاهمة كيف العشرة مضروب. أقول لك شغلة، الثلاث مضروب كم تساوي؟ تعرفي ولا ما بتعرف المضروب؟ كيف المضروب؟ يعني أنا فاهمة إنه المضروب يعني إنه يعني ما بعرف إنه ضعف، بس لما حكيت إنه أن زائد واحد فاهم. ماشي، أنا بدي أشرح لك الإن زائد واحد من خلال مضروب العدد. يعني أنت جاوبيني على سؤالي مشان تفهمي علي. الثلاث مضروب يا غفران هي عبارة عن 3 ضرب 2 ضرب 1، 5 مضروب 5 ب4 ب3 ب2 نزول لعند الواحد، 100 مضروب 100 ضرب 99 ضرب 8، مش راح أخلص منها اللي عند الواحد. طيب لو واحد سألك إن زائد واحد مضروب كم، تحكي له نفس الإشي، أنا ببلش من الموجودة وبصير أنقص واحدات بعديها. يعني يا غفران إن زائد واحد مضروب هي عبارة، أكتب عندك على الدفتر، إن زائد واحد ضرب إن ضرب إن ناقص واحد ضرب إن ناقص اثنين نزول لعند الواحد. هاي عبارة عن إن زائد واحد مضروب، بس ما بفيدني أفكها كلها. ليش؟ لأنه اللي بالبسط فوق إن مضروب، يعني أنا بس بهمني أصل للإنه نازل وكلنا أجمعهم مع بعضهم البعض لأن مضروب وخلص، مشان أشطب الانتين مع بعضهم البعض اللي فوق واللي تحت. وبالتالي بتكتبي إن زائد واحد مضروب على صورة إن زائد واحد ضرب الإن مضروب، وخليها مضروب الإن بدون ما تفك الإن. بس فكيت أول واحدة أنا. ليش يا دكتور فكيت أول واحدة؟ مشان أشطب اللي يتجمعن اللي ظلن عندي اللي هن إن مضروب هذول مع اللي فوق. مرة ثانية إن زائد واحد مضروب تساوي إن زائد واحد ضرب إن مضروب. إذا بعدك على المايك، على المايك غفران، الفكرة واضحة؟ تمام، وصلت دكتور، مشكور. ممتاز، كل احترام. من هون إجت الفكرة. تمام، في حد عنده سؤال ثاني عليها بالحسابات أو أي فكرة بتكون إياها في هذا السؤال أو اللي قبله يا شباب؟ أي شيء شرحنا. طيب خلني أنزل بس أشوف شو في كمان تحت. هذا الconvergence ما بدنا إياها مبدئيا لأنه راح يجي الكلام عنه لاحقا. وقبل ما أنزل كمان خلنا نشوف على النوتبوك عندي إذا في إشي معين. أنا هون على النوتبوك ممكن تحلوا يا شباب homework إلكو، أكتب عندك homework. لاحظ شو كاتب أنا هون، اللي حليناه قبل شوي هاي اللي تحت شايفينها 10 قوة إن على N factorial. هون عكسناها، خلينا المضروب فوق والباور تحت وخليته exponential إي قوة إن. تمام، استخدم أي اختبار بدك إياه لفحص الوصف لهذه المتتالية فيما إذا كانت مونوتون، وإيش مونوتون يعني هل هي increasing decreasing strictly فقط سوري يا strictly فقط ولا إيش مثلا.
فبدنا مش strictly فقط، هل هي increasing فقط بدون strictly؟ لأنه إذا كانت strictly increasing فهي increasing، هاي ملاحظة يا شباب. إذا بدك تفحص وصف هذه المتتالية ولا هي not monotone أصلا، أنت عندك ماشي عندك أربع يمكن طرق، الطريقة الأولى تفرد الأرقام لها. والله خلينا نرجع على السؤال نفسه تبع الكتاب، في شغلة بدي أحكيها إجت بذهني هسا، وين راح السؤال؟ هي يمكن واحد يحكي دكتور أنا بدي أفحص الوصف لهذه وين راحت؟ لا اللي فوق السنة. لهذه المتتالية ما بدي الريشيو تست، شو بدك لعاد؟ بحكي لي بما أنه الديفرنس مسكري معي هون والفيرست ديريفاتيف بصيرش أستخدمها لأنها فاكتوريال، بدي أستخدم عملية فرد أو كتابة الأرقام بشكل صريح من البداية. بسيطة، باجي عن أن اللي عندي بحط مكان واحدات، بصير عندي 10 قوة واحد على واحد مضروب، يعني 10 أول رقم فاصلة، بعوض مكان الان 2 بصير 10 تربيع 100 على ان مضروب يعني على 2 50 فاصلة، وأظل طالع فيها زي هيك. بنحكي له هاي فعلا بدك تنتبه إلها لأنه في إلها عيب. شو العيب تبعها؟ أنت بداية الأرقام واضح أنها بتزايد، وبتروح مباشرة بتجاوب السؤال والله دكتور عندي أول خمس أرقام متزايدات وبالتالي المتتالية متزايدة، لكن بتخاف بعد كذا حد زي ما صار معنا هون من الرقم 10 يعني من الحد العاشر وطالع صارت تتناقص، رجعت تتناقص. فحكينا عنها eventually strictly decreasing، متناقصة بدون احتمالية أي حدين متتابعين متساويين وبشكل نهائي أي بعد عدد معين من الحدود. هذا الكلام ما بنكشف معك هون إلا بالاختبارات، وبالتالي الاختبار يعني عملية فرد الأرقام فيها مخاطرة. تمام؟ هاي بس حبيت أحكيها أنا قبل ما أنتقل لهذا السؤال. الآن سؤال إلك بالبيت، خلي المضروب فوق والباور تحت، أكيد الجواب راح ينعكس، يعني راح يطلع معك العكس، بدل decreasing راح يطلع معك increasing لأنه عكس لك البصر المقام. لكن بعد حد عدد ما بعرف هل هو بعد عدد معين من الحدود ولا بشكل عام، هذا الكلام متروك لكم. طبعا لا تعتمد على الكلام الموجود هون، يمكن يكون eventually، يمكن يكون بدون كلمة eventually. eventually يعني بعد عدد معين من الحدود، بدون كلمة eventually يعني على مطلقها من بداية أول حد لما لا نهاية بظن نفس الوصف increasing، هاي المقصود بدون كلمة eventually. فأنت بدك تحدد. تمام؟ سهل الجواب مش صعب، بما أنه factorial مضروب إذن بتروح على الratio test مباشرة، تفرض هاي an وبتأخذ an زائد واحد وبتقسم الحد اللاحق على السابق وبتشوف. طيب نرجع والله على الكتاب، نشوف نعمل سكانينج هيك للأسئلة ونقول لكم شو الأسئلة المهمة تقريبا. لو عملتوا سكانينج، أنا المرة الجاية إن شاء الله بحاول أحل لي كم سؤال هيك متنوع، لكن واضح من شكل الأسئلة المهمة تقريبا بحكي لك هون والله هاي كلها المجموعات مهمة، 1 ل 6 7 ل 12 أنا شايف المهمات، 17 ل 20 21 ل 24 هذول أهم أسئلة موجودة، لأنه هذول بيعطينك المهارة الأساسية اللي بدنا إياها. يعني مثلا بحكي لك من 1 ل 6 استخدم طريقة الفرق بين الحدين، تأخذ الحد اللاحق ناقص السابق لإثبات إنه المتتاليات التاليات متزايدات بشكل حاد بدون احتمالية إنه يطلع معك يمكن المساواة بين أي حدين أو إنه يطلع المتناقصات. استخدم طريقة الفرق، يعني بتأخذ هذا اللي جوا تسميه AN، وتأخذ الـ AN زائد واحد مثلا لهاي الأولى، شو بتطلع AN زائد واحد يا شباب؟ بتطلع واحد على N زائد واحد، بتأخذ الـ AN زائد واحد ناقص الـ AN، بتشوف هل الجواب النهائي أكبر ولا أقل من صفر؟ هل في احتمالية مساواة الصفر؟ بتشيل strictly، بس هو يبدو أنه متأكد راح يطلع معك strictly increasing أو strictly decreasing، يمكن بدون احتمالية المساواة. تمام؟ الكوليكشن الثاني للأسئلة من 7 ل 12 بحكي لك استخدم الريشيو اللي هي طريقة القسمة لكل حد لاحق على السابق لكل من هذه الأسئلة. طبعا أنا هاي الأسئلة ممكن أحلها بعدة طرق، يعني زي هذا السؤال الأول ممكن أستخدم فيه الناقص وممكن الريشيو، بس الكتاب لا بدي إياك تستخدم الريشيو تحديدا. بالامتحان على الأغلب ما بنجبرك، أوكي؟ كمان نفس العملية، أسئلة مهمة جدا لو حليت واحد على المضروب منهم واحدة بدون مضروب باور لحال، هاي كثير حلوة. سؤال 8 ممتاز جدا، 2 قوة N على 1 زائد 2 قوة N، جربوها. واللي فيهن مضروب حل، حتى اللي فيهن شكل مرعب زي رقم 10 رقم 12 حاولوا فيهن. وإذا في أي سؤال تسأل عنه المرة الجاية، نفس الإشي بالنسبة ل 27، بس بقول لك استخدم إيش الديفرنشيشن اللي هي المشتقة الأولى. بما أنه حكى لك استخدم الديفرنشيشن أكيد ما فيهنش مضروب هذول، لأنه ما في مضروب للإكس، ما في مشتقة للإكس مضروب أو إن مضروب.
هذول اللي تحت هون بقول لك اثبت فيما اذا كانت eventually strictly increasing او decreasing بغض النظر عن السؤال عن الطريقه اللي راح تستخدمها. حلو هذا السؤال بغض النظر عن الطريقه، يعني تارك لك الخيار، لكن هل هي راح تطلع eventually كذا او eventually كذا، يعني اعطاه خيارين فقط. يعني هو عارف اللي حط السؤال راح تطلع بعد حد معين وتستقر على increasing او بعد حد معين وتستقر على ايش؟ على decreasing. فهي بشكل عام لن تكون مونوتون، بينما كل هذول اللي فوق مونوتون حسب نص السؤال. انا استنتجت هذا الكلام تمام. مونوتون يعني من بدايتها رتيبه مرتبه على نسق معين، eventually كذا يعني بشكل نهائي ترتبت، يعني بعد كذا حد ما كانتش. اوكي صار في خربطه، حاولوا فيني شباب اذا في شيء معين بدايه المحاضره الجايه. الان بعد اول تو سكشنز اللي درسنا فيه عن السيكونسز المتتاليات، واهتمامنا كان بالسكشن الاول نهايه المتتاليه، وبالسكشن الثاني نفحص الوصف للمتتالي من حيث انها مونوتون ولا لا، واذا كانت مونوتون هل هي انكريزنج ديكريزنج بعده طرق مختلفه، وبعدين ضفنا عمليه الايفنشولي قد تكون المتتالي مش مونوتون اصلا، وبعد حد معين يصير فيها مونوتونيك بيهيفير خاص معين، وبالتالي بنضيف لها كلمه الايفنشولي لوصفها العام في حال كانت مونوتون بعد حد معين من الحدود. الان من السكشن الثالث وطالع الحديث عن السيريز مش عن السيكونسز، يعني عن المتسلسلات. الحدود ما بيكون بينها فواصل، بيكون في بينها إشارة إيش يا شباب؟ summation جمع addition عادي، يعني بيكون هيك شكلها U1 زائد U2 إلى ما لا نهاية. بالتالي ما بقدر أحكي والله الحد الأول غير مؤثر الحد الثاني. لاحظوا اللي أخذناه سابقا فعلا سواء كان بالوصف أو باللميتس، الاهتمام عندما إن very very large، لما تكون إن ما لا نهاية بدون الاهتمام لأول حد، لأول حدين، لأول 100 حد، لأول مليون حد، هذا بالمتتاليات. بينما بالمتسلسلات أول حد راح يأثر على المجموع الكلي، لأنه بده المجموع من إلى ما لا نهاية. بالتالي إذا أخذت المجموع الكامل وإنت اختصرت أو اختزلنا إحنا أول حدين أول حد، هذا بيأثر على المجموع لأنه له قيمة، واضح؟ في حال كان في قيمة معينة للمجموع الكامل أصلا. أوكي ممكن نشوف السميشن اللي هو السيريز على شكل بالأصل متتالية، لكن متتالية مجاميع جزئية. كيف يعني؟ يعني أخذ أول حد لحاله U1، هذا المجموع الأول أسميه S1 زي ما هو كاتب لك هون S1، وأخذ S2 اللي هو المجموع لغاية الحد الثاني، يعني U1 زائد U2 أسميها S2، وأخذ S3 المجموع لحد الحد الثالث U1 زائد U2 زائد U3 وصولا إلى Sn اللي هو المجموع من الرقم n، nth partial sum اللي هو المجموع الجزئي رقمه n، اللي هو مجموع المجموع من أول حد لN من الحدود اللي هو U1 زائد U2 زائد U3 وصولا إلى Un، تمام؟ هاي بسموه Sn أو nth partial sum، تمام؟ الآن لو أخذنا طبعا هذول الnth partial sums تركيبتهم ونهايتهم بتعطيك نفس رمز المجموع هذا اللي هون. سوري لو كان عندي الثلاث دوري ثلاث بعد الفاصلة طبعا بدون أصفار بين الفاصلة والثلاث، فهذا العدد ممكن إعادة كتابته على صورة ثلاث بالعشرة زائد ثلاث بالمية زائد ثلاث بالألف زائد بلا بلا بلا، كل ما تأخذ ثلاث تأخذ اللي قبلها أصفار، وبالتالي تكتبها على صورة ثلاث العشرة زائد ثلاث العشرة تربيع زائد ثلاث العشرة تكعيب زائد بلا بلا بلا، وبالتالي إذا بدي المجموع الأول بيطلع معي 3 بالعشرة اللي هو المجموع لغاية الحد الأول. المجموع الثاني وهو عبارة عن S2 اللي هي second partial sum مجموع الجزئي الثاني اللي هو عبارة عن 3 بالعشرة زائد 3 بالمية، والS3 S4 وصولا إلى Sn. Sn هي المجموع من 3 بالعشرة ل 3 على 10 قوة N، بس هاي بالنسبة لك أنت المجموع الرابع المكتوبة هون. المجموع N وين هي؟ هاي المجموع N 3 بالعشرة زائد 3 بالعشرة تربيع وصولا ل 3 بالعشرة قوة N. الآن الإشي الحلو بالموضوع إنه شو علاقة هذول البارشال سمز بالمجموع الكلي؟ المجموع الكلي هي عبارة عن مجموع الحدود من قيمة معينة للعداد للما لا نهاية، والبارشال سمز هي عبارة عن مجاميع جزئية لعند الإن وبس. بس أنا ما بدي لعند الإن وبس، لاحظوا لعند الإن شو بيطلع شكلها؟ 3 بالعشرة زائد وصولا ل 3 على 10 قوة إن. لو واحد قال لك خذ الإن جوز تو انفينيتي شو بتعطيك؟ بتعطيك نفس اللي فوق. هذا المجموع مش توقف عند عدد معين للما لا نهايه، بالتالي نهايه المتتاليه اللي حدها العام الانث بارشال سم اللي هو اس سب ان
هو نفسه عبارة عن مجموع هذول كلهم للمال النهائي. وبالتالي نهاية الـ SN تساوي نهاية هذا الكلام. وبطلع معك جواب، لكن هاي قد يكون إجابتها صعبة، لأنه الـ N goes to infinity بصير نصفار، بس قبل هيك بكون إنه القيم. لكن راح نأخذ إحنا تركيبة سهلة لبعض الأمثلة لاحقاً كيف نوجد هنا. طبعاً هون أخذها بطريقة معينة بحيث أنه يعيد كتابة العشر لأنها هي مشتركة، وبطريقة أنها تزبط معه، لكن إحنا راح نأخذ التطبيق فيما بعد على مثال لسه أسهل من هيك بكثير. بدي أروح على الديفينيشن لأنه أصلاً اللي محطوط عليه علامات نبلش من هون، لكن أنا حبيت ما نحفظ حفظ ونفهم فهم، أوكي؟ لكن التطبيق التفصيلي إله هذا كمان راح نطبقه بعد شوي. المهم الديفينيشن بيحكي لنا ما يلي: افرض SN هي عبارة عن سيكونس متتالي من البارتشال سمز من المجاميع الجزئية للسيريز التالية، يعني الـ S1U1 الـ S2U1 زائد U2 الـ S3U1 زائد U2 زائد U3 وهكذا. إذا كانت السيكونس المتتالية للمجاميع الجزئية لهذه المتسلسلة متقاربة إلى نهاية معينة، هذا يعني أن المتسلسلة الكلية متقاربة لتلك النهاية. وإذا كانت النهاية للـ SN dive يعني ما لها أي قيمة، بتكون هاي dive. ومن هون بتيجي العلاقة بين المجاميع الجزئية والمتسلسلة، ورح نشوف وين رح نستخدمها بشكل مفصل فيما بعد. لكن نأخذ أمثلة سهلة جدا بالأول. لو كان عندي متسلسلة زي هي وبدنا نحدد هل هي كونف ولا دايف، لاحظوا المتسلسلة شو هي: 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1. لو سألت أي واحد هاي كم المجموع النهائي، إذا حكينا صفر غلط. ليش؟ راح يبين معنا بعد شوي، لأنه يتبادر للذهن إنه الواحد بده يشطب الواحد مع الناقص واحد الواحد مال. بس انتبه، الشطب مال للمال نهاية، وإحنا بنعرف إذا بتجمع الواحدات للمال نهاية بيطلع الجواب مال نهاية، وإذا بتجمع الناقص واحدات بيطلع الناقص مال نهاية. ومن إذا بتتذكروا قاعدة لوبيتالز الانديتيرمينت فورمز أو فاليوز، واحدة منهم كانت إنفينيتي ناقص إنفينيتي، ما بصير أجي إنفينيتي ناقص إنفينيتي جواب صفر غلط. هاي انديتيرمينت فاليو تحتاج إلى معالجة خاصة. وبالتالي واحدة من الطرق الحلوة لهذا السؤال اللي هي الـ N partial sums، بأخذ المجموع الأول اللي هي 1 فاصلة، المجموع الثاني اللي هو 0، أول مجموع 2 فاصلة، اللي بعدها بيطلع معي أول 3 1 وأول 4 0. إذا بيطلع شكل المتتالية، متتالية المجاميع الجزئية اللي عندي شكلها زي 1 فاصلة 0 فاصلة 1 بناء على الدرس الأول. ها رجعنا هون من السيريز، هاي عبارة عن العلاقة بين السمز والسيكونسز اللي عملناها بالبداية. لو نرجع على الدرس الأول تبع السيكونسز وأسألك سؤال وأشوف مين يرفع يده: عندك متتالية حدودها 1 فاصلة 0 فاصلة 1 فاصلة 0 إلى ما لا نهاية بهذا التكنيك بهذا الرتم، هل هذه المتتالية متقاربة؟ وإذا كانت متقاربة لإيش؟ أم هي متباعدة لن تستقر على الرقم؟ برفع اليد يا شباب سوري برفع اليد يا أخوان. يلا يا شباب نشوف في عندي، نختار مين؟ نختار غفران. تفضل يا غفران. متباعد دكتور، ما بتستقر على قيمة محددة. يا أحسنتي، لأنها متذبذبة بين قيمتين. شو هن القيمتين يا غفران؟ اللي هن 1 و0. لأنه لاحظي شو الأرقام اللي عندك. أحسنتي، إذا زميلتكم حكت لن تستقر على شيء، متباعدة. السبب لأنها متذبذبة بين قيمتين هذه المتتالية، لأن المتتالية شكلها 1 فاصلة 0 فاصلة 1. لو واحد وقع عند المال النهاية ما بتعرف، بتضلها متذبذبة بين الصفر والواحد. وبالتالي زي ما حكى زميلتكم متباعدة زي ما هو مكتوب هون تماما، هاي السميشن 1 0 1 0 1 0، وهذه متباعدة عن كل القيم. شكرا يا غفران. طيب النوع الثاني من أنواع، أو حلو النوع الثاني على أساس أني حكيت النوع الأول اللي حكيناه قبل شوي. إحنا السيريز بشكل عام، المتسلسلة بشكل عام وعلاقتها بالإنث بارشال سمز. الآن النوع الأول من أنواع المتسلسلات والأكثر شهرة، وأنا بشبهه زي التكامل بالتعويض بالنسبة للتكاملات، نفس العملية هاي. ضروري جدا تفهموا هذا النوع الأول من المتسلسلات لكثرة استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بالمتسلسلات، وهو عبارة عن المتسلسلات الهندسية الجيومتريك سيريز. المتسلسلات الهندسية يا شباب إلها رتم وشكل عام. شو هو؟ عبارة عن A R قوة K، والK هي عداد. يعني في عندك الـ A والـ R أعداد والK عداد، في عندك عدد بدون أي عداد اللي هو A، وفي عندك عدد مرفوع العداد. أي متسلسلة من هذا النسق وهذا الشكل بنسميها إيش؟ Geometric Series. لو تفرد أرقامها وتتعرف عليها أكثر مش غلط. يعوض مكان الK صفر، بصير عندك A ضرب R قوة 0. يعني إيه؟
زائد عوض مكان ار واحد اي ار، عوض مكانها اثنين اي ار تربيع اي ار تكعيب بلا بلا بلا. اذا هاي شكل المتسلسله الهندسيه. ناخذ الشيء المفيد مباشره بالصندوق. المتسلسله الهندسيه التي تبدا من صفر الى ما لا نهايه، من صفر شو يعني؟ يعني تعويض الكي، يعني بيطلع معك اول حد اي بدون ار. لما تعوض واحد بيطلع معك اي ار، اثنين اي ار تربيع. المتسلسله الهندسيه بشكل عام اول شيء بغض النظر عن العداد بالاعتماد على الار، هل هي كونف ولا دايف؟ الوصف العام لهذه المتسلسله حسب الموجود بتكون كونفيرتس اذا كانت القيمه المطلقه لار اقل من واحد. يعني اذا كانت الار مثلا ثلث بغض النظر عن الاي مباشره، بما انه القيمه المطلقه للار اللي هي ثلث ثلث وهي اقل من واحد، الوصف العام لهذه المتسلسله من حيث تباعدها وتقاربها متقاربه اكيد. ولكن اذا بدنا نعرف متقاربه لايش، بتكون متقاربه للاي على واحد ناقص ار، وهون الاي بكون لها دور بمين؟ مش بتحديد فيما اذا كانت دايف ولا كونف، وانما بقيمه الكونف، كم قيمه الصم تبعها، يعني كونفيرس تو اي على واحد ناقص ار. اما اذا كانت القيمه المطلقه لار اكبر او تساوي واحد على طول دايف، يعني اذا كانت الار ناقص واحد القيمه المطلقه للناقص واحد واحد وبالتالي دايف على طول. طيب لو كانت الار قيمتها خمسة، خمسة قوة كي بغض النظر عن الايه، مية ناقص نص سبعة ستة شو ما تكون الايه، واحد شو ما تكون، اذا الار اللي عندك خمسة مرفوع على الكي خلص انهي، هاي دايف على طول لان القيمة المطلقة للخمسة خمسة وهي اكبر من واحد. هاي بالنسبة للمتسلسلة الهندسية يا شباب. اوكي، طبعا ننتبه لشغلة، المتسلسلة الهندسية اذا بلشت من الصفر بتطبق هذا القانون ايه على واحد ناقص ار. مين منكم بيعرف لو كانت الكيت مبلش من اثنين او من واحد، خلينا نحكي بلشت من واحد، يعني بدناش اول حد، بدنا اي ار زائد اي ار تربيع زائد وصوله للما لا نهايه، كم بيطلع مجموعها؟ انت بتعرف المجموع الكلي، انتبه، من اي لما لا نهايه المجموع اذا كان موجودا فهو اي على واحد ناقص ار. سؤالي لكم، كم المجموع لو الاي مش داخله معنا بالمجموع؟ يعني بدنا من الاي ار وطالع، مين بيعرف؟ يلا زيد علامه، يلا يا شباب الدنيا رمضان اجر وثواب، يلا مين يجاوب لله؟ يلا محمد سهيل تفضل يا محمد، اعطيتك انا ميوت. دكتور اتفضل. دكتور منحلها اول شيء عادي اللي هي اي على واحد ناقص ار. أيوة. ونطرح منها اللي هي اي. ممتاز، احسنت يا محمد. يعني زميلكو بحكي لو كانت المتسلسله من واحد وطالع مش مشكله. ليش يا محمد بحكي يا دكتور؟ اول شيء بتكتب من واحد وطالع هي نفسها من صفر وطالع، بس بتستثني اللي ناتجه صفر اللي هو أول حد اللي هو إيه، فبطلع الجواب زي ما حكى محمد، بدل ما يكون إيه على واحد ناقص آر، لو كانت هاي بلش من واحد بصير القانون إيه على واحد ناقص آر وفوق عند الكسر ناقص إيه. لو كانت من الاثنين وطالع بسيطة، تأخذ هاي كلها منقوص منها، كلاهما بتنقص إيه وبتنقص إيه آر لأنه بتكيش أول حدين. لو كانت مثلا من عند العشرة بتنقص من عند الـ A، صح؟ من عند الـ A لعند الـ AR قوة تسعة، صح؟ لأنه عند الواحد إحنا بس اختصرنا A، عند الاثنين بنحذف A و AR قوة واحد، عند الثلاث بنحذف أول ثلاث حدود A و AR و AR تربيع، يعني بشكل عام بنحذف من هاي أو بننقص منها AR قوة AR مرفوعة، آسف، للعدد الموجود منقوص منه واحد. هاي بشكل عام، تمام. طبعا قربنا ننهي يا شباب، احنا بس محاضرة اليوم بس بدنا ناخذ مثال عليها. هذا المثال كثير حلو، مثال رقم اثنين، واضح؟ اللي هو عبارة عن فرعين. الفرع الأول بدنا نعمل الوصف للكونف والدايف للخمسة على أربعة قوة كي. أول شيء هاي المتسلسل هل هي جيومتريك ولا مش جيومتريك؟ يعني هل هي هندسية؟ هل يمكن إعادة كتابتها على صورة اللي موجود بالجدول فوق، اللي هو عبارة عن خمسة A يعني عدد مضروب بعدد مرفوع لك A، ولا لا يمكن؟ تفضل يا رؤى. أكيد جيومتريك يا دكتور. السبب؟ أول واحدة بحط خمسة زائد خمسة على أربعة زائد خمسة على أربعة للأس اثنين زائد خمسة على أربعة للأس ثلاثة وهكذا. طيب بما أنه جيومتريك، أحسنتي، جوابك صحيح يا رؤى، بس حتى نفهم أكثر، كم قيمة الـ A في هذا السؤال وكم قيمة الـ R؟ خمس الـ A والـ R ربع. أحسنتي، الـ R ربع، ليش طيب الـ R مش أربعة؟ لا ربع دكتور، لأنه معطوط الخمسة على أربعة الأس كي. أحسنتي،
لانه الديفينيشن اللي فوق الاي بنعيد كتابتها مضروبه ضرب مش مقسومه قسمه. فلما نطلع احسنتي فلما نطلع الاربعه بصير شكلها 5 ضرب ربع قوه كي، يعني بدل ما تكون 4 قوه كي القيمه المطلقه للار واللي هي قيمه مطلقه للربع، وربع اقل من واحد، اذا ايش كون كيف يعني ايش بكون تقارب، بتكون متقاربه. طيب كم بتكون متقاربه لكم على القانون؟ اي طبعا راح يكون ربع اقل من واحد. اي على 1 ناقص ار، 5 على 1 ناقص ربع تطلع عندي 20 على 3. أيوة اللي هي 5 على 3 أرباع، وبتطلع الأربعة لفوق بتصير 5 ب 24 على 3. كلام سليم، شكرا يا رواء، شكرا لهذا التوضيح. طيب فرع بي، أنا بدي أوضح فرع بي يا شباب. سيجما 3 قوة 2 كي 5 قوة 1 ناقص كي، لأنه أنا شايف شكله عجقة. هل هاي هندسية؟ طب إذا كانت هندسية كم الـ A وكم الـ R؟ أنت في عندك باورين، لازم تخلي باور واحد عشان تعرف الـ R شو هي، والـ A لازم تكون ذلك العدد اللي مش مرفوع للعداد، واضح؟ فالثلاثة قوة 2 كي أنا بدي أحلها بطريقة مختلفة عن الموجود، زي ما حليتها قبل شوي للكلاس اللي قبلك وطلع معي جواب مختلف عن الموجود هون، والطريقة اللي عملتها صح 100% وأسهل، لكن اللي عملوه كمان صح. وهسه بحكي لكم ليش. الثلاث قوة 2 كي، بالله يكتبوا عندكم على الدفاتر، 3 تربيع 9 بصير 9 قوة كي، حلو؟ والخمسة قوة 1 قوة ناقص كي بدي أفكها أنا، طبعا الكتاب ما فكهاش، جمعها تجميع خلاها موجودة، هيها خلاها 1 ناقص كي ونزلها لتحت صارت كي ناقص 1، أنا ما بدي أعمل زيهم. حرنا، بدي أخذ 5 قوة 1 يعني 5 لحالها، وبدي أخذ 5 قوة ناقص كي بالله ينزلوها لتحت، هاي يعني بصير على 5 قوة كي. الآن مين هن اللي قوة كي؟ التسعة فوق والخمسة تحت، يعني بصير عندك اجمعهم بعدد واحد مرفوع للكي، بصير شكلها 9 على 5 كلها مرفوعة للكي ومضروبة جنبها بخمسة، تمام؟ الآن كم قيمة الـ A وكم قيمة الـ R؟ قيمة الـ A عندنا اللي هي عبارة عن العدد 5 اللي مش مرفوع للعداد، وقيمة الـ R هي عبارة عن 9 على 5، القيمة المطلقة إلها أكيد أكبر من واحد وبالتالي بتكون ضعيف. لذلك اللي عمله الكتاب هون خلى البورات بدل ما يخلي البور كيز خلى البور كي ماينس 1، وبهاي الحالة بيطلع معه بدل الخمسة 9. ليش يا دكتور؟ لأنه لما يحل هو خلى الخمسة ما فكها، نزلها لتحت صارت 5 قوة كي ناقص 1، ما فكهاش الخمسة قوة 1 لحاله كذا، حر هو، لكن حر هو على الدايف، لو كان كونف وحل زي هيك بيطلع الغلط الجواب. واخذ ايش اخذ هون؟ 3 قوة 2 كي اللي هي 9 قوة كي على 5 قوة كي ناقص 1، بده يجمع الفوق واللي تحت لنفس الباور اللي تحت كي ناقص 1، يعني يعيد كتابة 9 قوة كي على صورة 9 قوة كي ناقص 1. بصير، بس بدنا ننتبه، بصير عندي كما يلي: 9 قوة كي ناقص 1 زائد 1، لأنه هي بالأصل 9 قوة كي وبس، لو بدي أطرح 1 بدي أجمع 1، اللي جمعت لها 1 أخذها على جنب لحالها، فهمتوها؟ 9 لحالها، والتسعة قوة كي ناقص 1 جمعها مع اللي تحت ركبها تركيب وطلعت معه زي هيك. هذا الكلام صحيح لأنه أصلاً 9 5 دايف، يعني أكبر من 1، لو عملها للكونف غلط، لأنه للكونف لازم تنتبه مين الـ A ومين الـ R وتجاوب صح. لكن الـ A تحديداً اللي جاوبنا إحنا اللي هو 5، والآر تحديدا هي نفسها ما فرقت معي 9 على 5، ولكن كلتا الحالتين صح لانه بتعطيك دايف، واضح يا شباب؟ ثنتين دايف. طبعا الوقت شارف على الانتهاء، بل وانتهى تقريبا، لذلك اللي عنده سؤال احنا شو وين وصلنا بس مشان نعرف يا شباب، بالله ذكروني المره الجايه لانه يمكن انسى. عند هذا المثال ما شرحنا وهذا مهم، عليه اشاره من المثال هذا ونازل، يعني بعد مثال مثالين تقريبا نشرحهم نخلص من هذا السكشن. لا في كمان والله عندنا الهارمونيك والتلسكوبينج، anyway ذكروني المرة الجاية إنه وصلنا لصفحة 619 مثال رقم 3، ضروري جدا. إذا ما في سؤال بنحكي الله يعطيكم العافية، نعد للثلاث، إذا حدا عنده سؤال يا شباب يرفع إيده، اللي عنده سؤال بإمكانه يسأل. أوكي، في عندي عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. يعطيك العافية دكتور، كل احترام دكتور. قلت بدك تنزل الكتاب على المنصة وما نزلته بعده. الكتاب مش نازل عندكم على المنصة أكيد؟ لا لا والله تأكدوا يا شباب، أنا خاطر إنه موجود الكتاب كامل، يعني إذا بدك الكتاب كامل، أما إذا بدك هذا الجزء اللي اسمه chapter 9 واحد اللي هو موجود كمان. الكتاب كامل، الكتاب كامل. أنتوا أي شعبة؟ شعبة 908، بالله يخليك معي، خلنا نشوفه 908. هاي بدي أفتح لها معكم الثريا بس ليش في بطء، النت بطيء شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي،
هاي 908 وهي يا سيدي العزيز الفايلات. خلنا نشوف مع بعض. بس في بطء شوي بالنت يا شباب. طيب وين الكتاب موجود؟ هي موجود عندك، موجود بتاريخ 19/4 يا صديقي 2021 كالكولس أنتون 10th إديشن أورت أنتون، يعني بسك بس عليه وبتنزله. تمام؟ أوكي؟ تاريخ 19/4 مكتوب عندي هون، منزله أنا بتاريخ 19/4. نعم أتوقع أنتم الفيو عندكم بيطلع نفس الشكل ولا لا؟ لأنه هون كيف الفيو بيطلع معك التاريخ بالأول أكيد اللي نزل اللي صار فيه تحديث هذا الفايل، بس روح على نعم الملف بي دي أف موجود بتاريخ 19/4. تمام؟ أوكي محمد. مين عندي كمان؟ محمد سهيل؟ ما بعرف. محمد مرة ثانية رافع إيدك ولا لا؟ أو واحد ثاني محمد؟ تفضل. دكتور بس لو سمحت إذا بتقدر تنزل لنا أسئلة الميد عشان بس نشوف أخطائنا، نشوف يعني إيش الأخطاء اللي غلطنا فيها في الامتحان. أنت امتحنت امتحان عادي صح؟ امتحنت امتحان عادي. طيب ممكن كيف نعمل؟ ماشي إن شاء الله، قول إن شاء الله إذا معي وقت بحكم بلكي باليد، يا باليد يا إني بس معي. أنا كان قصدي إنه مثلا تنزل في دكاترة إنه بنزل الامتحان انت قصدك تشوف اخطائك صح؟ يعني حابب اشوف اخطائك. اخطائي وانا بحاول طيب. فيهم يعني واذا ما عرفت بسالك خلاص ايوه هيك اسهل، حتى هيك اسهل لي انا يعني. اوكي محمد ان شاء الله قول ان شاء الله. طيب مين كمان؟ عبد الرحمن. خلاص تمام عبد الرحمن. اوكي الله يعطيكم العافيه شباب. هاي ستوب شيرنج و اوبس بطل وهي انت